يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الأهلي هنا في كرواتيا في إطار استعداده للموسم الجديد من خلال هذا المعسكر الخارجي الهام، واللي بيستعد من خلاله النادي الأهلي لمراحل وتحديات هامة جدا بالنسبة للفريق، وأبرزها طبعا العودة لغمار البطولة الأفريقية من خلال مواجهتي فريق تاونشيب سواء يوم 17 أو يوم 27. بالتحديد النهاردة احنا متواجدين في اليوم اللي بعد مباراة الأهلي الودية الأولى في سلوفينيا أمام فريق أولمبيا، واللي كانت بالأمس واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ما بين الفرقتين، وأحرز هدف النادي الأهلي وليد سليمان نجم الفريق، ويمكن تألق في هذه المباراة بشكل كبير جدا، وكانت مباراة بشكل عام مفيدة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. الجهاز الفني بالتحديد كان بيحاول يستقر على بعض العناصر اللي ممكن تكون في حساباته في المرحلة المقبلة وبطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد، فبالتالي أكيد أهداف عديدة اتحققت من خلال هذه المباراة. خليني أقول لكم إن النهاردة البرنامج هيكون ماشي إزاي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. عادة الفطار صباحي الساعة 10 صباحا، ميعاد الغداء هيكون الساعة 2 مساء، وايضا ما بين الفطار والغداء كده هيكون في تدريبات استشفائيه ومختص ثلج خاص باللاعبين عشان يبقى في استشفاء بالنسبه لهم بعد اداء المباراه الوديه بالامس. مران الفريق النهارده هيكون في تمام الساعه 6 مساء، من خلال استئناف هذا المران يستعد النادي الاهلي طبعا من خلال هذا المعسكر. المران على فتره واحده بس، بكره ان شاء الله احتمال كبير جدا يكون التدريبات على فترتين، لكن خلينا اقول لكم ابرز اخبار الفريق وابرز اخبار بعض لاعبي النادي الاهلي. يمكن علي معلول خلاص وصل بالامس وانضم لمعسكر النادي الاهلي هنا في كرواتيا، وهيشارك كمان في تدريبات النادي الاهلي بشكل طبيعي. خليني ايضا اقول لكم ان احمد الشيخ حالته في تحسن مستمر، فبالتالي من الوارد ان هو يشارك في مران الاهلي النهارده، وده هيكون على حسب الحاله الطبيه بالنسبه له. لو طبيب الفريق دكتور خالد محمود شاف ان احمد الشيخ لائق لخوض التدريبات الجماعيه، ممكن جدا ان هو يشارك في التدريبات النهارده. بالنسبه لاحمد حمودي، احمد حمودي ما شاركش في المباراه الوديه بالامس، ده نتيجه ان هو عنده بعض الالام في العضله الضمه، بجانب طبعا باسم علي واللي عنده طبعا اصابه في الركبه واربطه الركبه، فبالتالي باسم علي ايضا اكيد هيكون النهارده عنده تدريبات تاهيليه اخرى. ده كل ما يخص فريق النادي الاهلي. الفريق بيستعد بشكل جيد زي ما انتم شايفين، الاجواء يمكن جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي هنا في كرواتيا. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق من خلال هذا المعسكر، وخصوصا ان خلاص الجهاز الفني قرر ان هيكون في معسكر اخر في الاسكندريه بدايه من يوم 12/7، وحتى موعد المباراه في برج العرب المعسكر هيكون في برج العرب، هيتخللوا مباراه وديه اخرى بخلاف المباراه الوديه اللي هتكون مع نهايه معسكر فريق هنا في كرواتيا. المباراه الوديه الاخرى اللي هتكون في اسكندريه هتكون يوم 12 مع بدايه معسكر فريق الاستعدادي لمباراه تاونشيب. بشكل عام كل الامور ماشيه بشكل كويس جدا هنا في كرواتيا ومعسكر النادي الاهلي. نتمنى لهم كل التوفيق ان هم يحققوا كل الاهداف الخاصه بهم وكل اللي بيتمنوه من خلال هذا المعسكر الهام في كرواتيا، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان هو يواصل مشواره الافريقي نحو المنافسه على هذه البطوله الهامه. وخليكم متابعين معانا وخليكم مستمرين معانا، اكيد هنغطي لكم اخبار الفريق في هذا المعسكر لحظه بلحظه.
مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، دايما بنحاول ننقل لكم الصورة لحظة بلحظة، بالتحديد في معسكر النادي الأهلي هنا في كرواتيا وهذا المعسكر الخارجي الهام. خلينا أقول لكم إن إحنا دلوقتي مع نهاية المران المسائي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. المران النهاردة كان على فترة واحدة فقط، لكن خليني أحكي لكم اللي حصل في مران الأهلي النهاردة. يمكن النهاردة طبعا المران كان في تمام الساعة 6 مساء، خلاص هو دلوقتي يعني إحنا دلوقتي خلاص يعني بعد مرور حوالي ساعة وربع من المران، فبالتالي خلاص قرب يخلص. التدريبات كانت مقسمة لمجموعتين، مجموعة اللي شاركت في مباراة أولمبيا امبارح وانتهت 1-1، وكان ليهم بعض التدريبات الاستشفائية، والمجموعة ما شاركتش دول كان ليهم تدريبات بدنية وأيضا تقسيمة قوية شاركوا فيها بشكل قوي جدا وبشكل جيد جدا. لكن خلينا أقول لكم أخبار المصابين النهاردة. بالفعل أحمد الشيخ شارك في تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد ما كان مصاب الفترة اللي فاتت بسبب جزع في أربطة الركبة، فبالتالي أحمد الشيخ بقى لائق للمشاركة في التدريبات الجماعية. بالنسبة لأحمد حمودي عنده ألم في العضلة الضمة، بيعمل بعض التدريبات التأهيلية بجانب باسم علي أيضا، واللي بيعمل ايضا تدريبات تاهيليه عشان يشفى من اصابته في اربطه الركبه، فبالتالي ده فيما يخص المصابين. خلاص احنا في اللحظات الاخيره من مران النادي الاهلي. خلينا اقول لكم ان المكان ده اللي بيتمرن عليه النادي الاهلي ملعب اسمه انكي بوليت في منطقه اسمها زفيتي مارتينا موري في كرواتيا، وده التدريبات اليوميه بتبقى هنا بالنسبه للنادي الاهلي فيما عدا الامس طبعا عشان كانت المباراه الوديه الاولى بالنسبه للفريق في سلوفينيا. النادي الاهلي هيواصل تدريباته وان شاء الله من خلال الغد هنعرف اذا كان التدريبات هتبقى فتره ولا فترتين، لكن حتى الان التدريبات هتكون على فترتين بالنسبه للنادي الاهلي قبل المباراه الوديه الاخيره بالنسبه للفريق هنا في معسكره الخارجي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي من خلال هذه التدريبات ومن خلال هذه المباريات الوديه اللي ان شاء الله الفريق يحقق من خلالها كل اهدافه وتمنياته من خلال الاستعداد للمرحله المقبله الهامه جدا بالنسبه للفريق. تابعونا لحظه بلحظه، هنفضل معاكم وهذه التغطية لكواليس الأهلي في كرواتيا.